غلطة يا بنت. مين اللي زقك عليا ها؟ انت عارفة انا خسرت كام؟ 25 مليون. دول ولا حاجة قصاد ان انا اعرف مين ولاد الكلب اللي زقينك عليا ها؟ قول يا بنت قولي وانا نغنغك، انت فاهمة؟ هنغنغك واخليكي تعيشي العيشة اللي امك حتى ما تحلملكيش بيها. انطقي وقولي. كده بتدفع على خلقة ربنا؟ الله يسامحك الله يسامحك. انطقي يا بت انطقي. انا هتحرك فورا واعمل تحريات عن كل علاقاته ومعارف مروان، واكيد هو مش هيتحرك في دايره اوسع من كده. لا يا علاء، احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده. انا كلمتك النهارده عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت. كده وقت التحريات علاء بيه مش وقته خالص. الراجل اسمه مروان ده راجل واعي واكل مال البلد، مش بعيد يتاوي كوريا ويقتلها عشان خاطر بيه. يا محامي يا كبير، اتصرف لنا في كوريا هتموت من ايدينا. انا عارفه حد يعرف كل تحركاته والحاجات اللي هو بيعملها، بس مش عارفه اخليه يتكلم ازاي. مين هو؟ المحامي بتاعه ماجد. ده راجل معبده ودينه الفلوس، بس انا اعرف اجيبه ازاي. انا هفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وهديله اللي هو عاوزه، هيجي على مالا وشه. ايه ده كباك؟ انا اول مره اشوفك كده يا صاحبي. اهدى يا سوكا، دي كوريا، انت جننت. خلاص نتصل بعم شكري ونطب على السيد عيد هي وابوها، ومن الاخر كده الموضوع يخصهم. اكلم عم شكري اقول له عم شكري انا عويل وبنت اختك اتخطفت مني. انا لا هكلم شكري ولا هروح لهايدي. امال هتروح فين بس؟ هنروح للاجواد. الو انا جوانا حبيبه قلبي، انت فين؟ الله يخرب بيت امك. يعني مروان رجع مصر ورجع الفلوس البنك؟ والله دي اخر حاجه الواحد كان ممكن يحلم بيها. ابتدينا بقى الاستهبال والاستعباط. بقولك يا نجوان، انجزي في ليله اهلك السودا دي. عليا النعمه، لو مروان قلب عقله مع كوريا مش هتكفيني فيها رقاب. الله، وانا اعمل لكم ايه؟ ما تروحوا تدوروا عليه، انا مش عارفني مكانه فين. طب بص يا بنت الحلال، انا استجدعت معاكي مرتين قبل كده، مره لما اديت دم لامك ومره تانية لما رجعتك من الغربه. هتستوسخي هعمل معاكي اللي ما عملوش مروان. بص يا مزه، احنا مش عايزين لك اذى ولا عايزين لك شر، ومن الاخر كده انت عارفه مروان بيروح فين ويجي منين. ومن الاخر يا بنت الحلال، انت تنقذي روح ماشي ولا مش ماشي، ولا خلي كبدك يخلي وشك زي وكلت البلح. ما تنجزي يا بنت. بص يا ابراهيم، مروان كان عنده شقة في 6 أكتوبر بقاله كتير مش بيروحها، وبعدين محدش يعرف أي حاجة عن الشقة دي، يعني أكيد مخبي قريبتكو هناك. أنا هكتب لكم الموبايل. يلا سوق. يلا يا بنات قوموا عشان نلبس. يلا يلا حبيبتي بسرعة. طب والله العظيم يا أستاذة أنا ما أعرف أي حاجة عن الموضوع اللي أنتوا بتتكلموا فيه ده. مكان سري ومروان بيمس خبي فيه؟ لا 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 لا، ده كلام غريب جدا عليا. وبعدين أنا محامي مش سكرتيرة مروان بيه. أنت بتقول إيه يا أستاذ ماجد؟ أنت أكتر واحد يعرف كل حاجة عن مروان، أنا كنت مراته وبقول لك، أنت كنت تعرف عنه حاجات أنا شخصياً ما أعرفهاش. ما تتكلم يا ماجد، الحكاية مش ناقصة لعيبك دي. ما يصحش كده يا أستاذ أبو طالب. يا ماجد بيه، أنا ضابط مباحث ودكتور نادر أستاذ في القانون. لو أنت اتسترت على مروان وحصل لكوريا حاجة هتبقى مشاركه في جريمته. لا أنا كده بقى لازم أمشي، أنا مش هسمح بالاتهامات وإن الكلام يوصل للمستوى ده أبداً. لا ده أنت كده بقى يبقى نويتها النهاردة. طلع تليفونك. لا أنا مش هسمح. طلع تليفونك. افتح التليفون ده هايدي وشوف المكالمات اللي فيه. هو مكلم مروان امبارح بالليل. شفت؟ يعني أنا ما أعرفش عنه أي حاجة. استنى استنى، ده في واتساب بعتها له مروان، بعت له فيها صورة كوريا، بيقول له هي دي، بيقول له اه. ده انت بقى اللي قايله على كوريا.
طب والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ده مروان بيه قال لي اراقب هايدي هانم وابوها، وبعدين قلت له دي معاها واحده حلوه قوي، قال لي تعرفها؟ قلت له لا. راح بعت لي صورتها وقال لي هي دي، قلت له اه هي دي. ما اعرفش اكتر من كده ولا اعرف عنه اي حاجه تاني. لو حصل لها حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. يا بيه احب على قدك يا بيه، عشان خاطر ده، عشان خاطر ده بيه كوريا هتموت من دينا. قول لنا مكانه فين ومالكش صالح باي حاجه. ما انا ما اقدرش اقول لكم على اي حاجه، انا ليا نص مليون جنيه عند مروان، ولو قلت لكم على اي حاجه مش هشوف. انا هدي لك شيك بنص مليون جنيه تقول لنا فين مروان. يا بنت الكلب بتدينا العنوان غلط، هما تاويت اللي جابوها. اسمع كلام يا صاحبي، احنا نطب على الست هايده هي وابوها، ومن الاخر كده نجوان دي شمال الشمال. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ خش يا بنات. نجوان انت اللي جابك، انت ليك عين تورينا وشك تاني؟ معلش يا عمي انا اسفه على اللي حصل كله، وبعدين نفسي حضرتك لو تقول لهايدي ان انا بجد اسفه، ويا ريت لو تسامحني. هو ايه اللي اسف؟ انت دلقت شاي على مكتبها؟ ده انت دمرت لنا حياتها كلها، وليك وشي تيجي تفضلي هاني مع السلامه. يلا. حاضر يا عمي، مش هتشوف وشي تاني، بس انا جيت النهارده عشان اسيب لك اخواتي هنا. اخوات مين؟ واحنا اللي خلفناهم؟ اصلا انا مش هعرف الاقي حد امنه عليهم غيركم. بابا راح اتجوز واحده تانيه بعد ما امي ماتت، وانا طبعا مش هعرف اسيبهم عندهم، ولا هعرف اشيل مسؤوليتهم لوحدي. يا ست امك الله يرحمها، احنا ما نجيبش عيال هنا ولا لناش دعوه بيهم خالص، فضل خدي اخواتك واتكل على الله. البنات دول وصيه امي الله يرحمها اللي كانت بتخدمكم طول عمرها، وبعدين ده هي ماتت حتى من زعلها على هايدي. عموما يا عمي انا عرفت ان مروان رجع مصر، وهروح انا اقعد عنده، لان انا وهو سكتنا واحده، وهسيب البنات عندك امانه. يا ريت لو تخلي بالك منهم يا عمي. خلي بالك، خدي اخواتك دول واتكلي على الله. يلا اطلعوا على فين. يلا تعالى بنت، يلا انزل زل من هنا. باي تعالي يا عمي. يا سيد باي باي يا عمي، ما تنساش تسلم على هايدي وتقول لها تسامحني. انت تعالى بنت. بقول لك يا جدك، هي دي الفيلا؟ مش عارف شكلها كده. بقول لك ايه؟ اركن ننزل نسأل. اركن هنا. ما تضيعش وقت، كوريا في دي اللي ما يرحمهاش. اسمع مني، اخر سكه البيت في دي مروان. اركب يلا. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. والله على ما كداكي، كان جاي عشان اي حوار. اسمع اللي بقول لك، كوريا جوه. مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا، مروان جوه؟ هو انت مراقبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى بس. انت عليا لو اتكلمت لبصلك وشي خليك زي وشي. يو بس يا بنت. آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش آسف. وليه دي بقى كده؟ هنفضل باصين لبعض كتير؟ تعرف إبراهيم كبدك منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت انت ايه؟ ما بتخافيش؟ أنا ما بخافش إلا من الخلاق. منك لله. منك ايه؟ لله.
مكانك يا كبداكي. كويسه يا بت. الله لا 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 لا، ده انتوا طلعتوا معرفه قديمه بقى. ما هي دخلت الشاطر حسن دي عشان ينقذ ست الحسن، تبقى الحته بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها حبيبي. يلا بص يا مروان، انا هاخد كوريا وخلاص. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا تمشي. ماشي الف سلام عليك يا كوريا. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص خلاص مالك يا حبيبي قلبي؟ مالك يا كوريا؟ خلاص خلاص مفيش حاجه. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمني عليك بس، ايه الدم دوت؟ كوريا كوريا الحمد لله على السلامه يا كوريا. الحمد لله على السلامه. كويسه الحمد لله على السلامه. مروان مروان اجوان اجوان. شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش الممسوح. روح روح هاتي لي دكتور بسرعه. انت ايه؟ ايه كل الكلام ده؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتعمرني؟ انت فاكر نفسك ايه يا مروان؟ ها؟ انا مش عايزه لك الاسعاف، هسيبك تموت اكتر من اكتر عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل في الناس. روحي هاتي الدكتور بسرعه. مش هجيب لك دكتور. يلا انت بتاعي انا يا مروان، ومحدش هيقتلك غيري. انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. نبنا صعبانين عليا الايام دول. امهم ماتت وابوهم رميهم واختهم هيتحكم عليها بالاعدام. ما بلومش حد الا ربنا وانتو. بس انا مبسوطه ببابا قوي، زي ما يكون لقى روحه فيهم، بيقضي معاهم اليوم كله لدرجه ان انا بقيت اغير منهم. طيب اقوم انا بقى الم هدومي والبس على ما اخلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقه الجديده اللي جابها لنا في الحار. وانا هعدي عليكي بكره بدري، نبص على المحل اللي انت قافلاه، نشوف بقى هنوضبه ازاي وهنعمل فيه ايه. لازم نبتدي نشتغل. والنبي انا ملدد عليا نزولك للحاره وشغلك فيها من تاني. كان نفسي ارجع لك فلوسك كلها على داير المليل. انت جبتي لي البراءه اللي اهم من الفلوس، وبعدين انا مش عايزه اروح الحاره عشان الشغل. لو على الشغل بابي او نادر ممكن يلاقوا لي شغل في اي حته. انا عايزه ارجع الحاره عشانك، وعشان انا حبيت المكان وعايزه اديه زي ما اداني. ماشي يا جول. السلام عليكم. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا يا نادر. ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. ابو طالب بيه ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا اهلا.
ليك وحشه والنبي يا دكتور. دكتور تاني يا اخي. هو انت ما بتتعلميش مني حاجه يا كوريا؟ يا اخويا فكك مني بقى، مش الفيلم خلص خلاص؟ لا لسه ما خلص. يعني يعني هايدي هانم، تحب الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب؟ ولا تحبي تصرفيهم كاش؟ ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه. فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها، ال 25 مليون دولار مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟ اذا كان مروان مات ومالوش ورثه، والفلوس دي المفروض تروح للدوله، ده لو اليونان اصلا افرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لان مروان ليه ورثه. ورثه مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. إيه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. ابو طالب بيه مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقه انت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيهرب فعلا ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي انت قدام الحكومه مراته، ولما مات هتبقي انت الوريثه الوحيده ليه. وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم، والفلوس جاهزه على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي. الحمد لله. ما حدش هيخلص الحكايه دي الا الراجل ده.